لا 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 اطلع يا وائل، اكلنا شوية رملة يا وائل، وقفك يا وائل. صالح امال فادي ايه و45 حصان ايه؟ اطلع يا وائل. دليل لو شدتها شدها بايديها طلعها. كم شو متر ونص؟ متر ونص ما تنفعش، هذا متر مرام. لا صبعي الجاز وديك مرتين. وصل بقى فين؟ الواد يا ابني، الواد وصل يا ابني ويفيد منها كمان. اه يا خد لك 7 لتر في النار. انا بقول على كده. اه انا بحط نص يا كابتن، نزح الباب دول على السرير. اي والله. طب مش عايز اروح بقى سبعه ويجي مرتين؟ سبعه مش هتيجي بيرفي 3 كفات يا محمد. بص تامر زكريا، بص يا خالد تامر اسمك اهو عشان هو هيشوف الفيديو. ماشي اسمك ايه يا خالد؟ بس ممكن يعمل لك قضايا على الكلمه دي. تضحك على خالك يا محمد؟ انا بقول له هتزعل على المقطوره، بقول على الاسم. هتروح فين يا محمد يا سلام؟ طب يعني لو واحد انت وديك حد دلوقتي المقدرنا نتحمل الاسمنت وراح احط غاز للدراج. ماشي عشان اشيل مكوره بدري. ماشي عايزين نصور المكمره صحيت بدري. الناس دي بقى تشتغل بدري. انا صحيت الساعه 6، الناس دي ما هتشتغل يا عم، احنا على الساعه 9 هنكون مخلصين. ده نص فدان يا عم، ما يخلصوا يكون اشتغل. انا صحيت بدري تصور وهم رايحين يبداوا درس في الارض. لا ما اصور انت حسب يا محمد الباب. والله لا مصحيين يا عم، مش جاي. والله لا مصحيين يا عم، اصحى الساعه كام انت خايف؟